من الثمرات المهمة لمعرفة المرء للتعليم وهي مسألة الترجيح عند الاختلاف في المذهب، فكثيرا ما يقابل طالب العلم خلافا في داخل المذهب على قولين أو أكثر، ثم يكون الترجيح بين هذه الأقوال بقواعد عندهم. من هذه القواعد في الترجيح بين الأقوال إما أن يكون بمنصوص الإمام، وإما أن يكون ذلك بقول الأكثر، وإما أن يكون بناء على أدلة المذهب وقواعده. ولذلك فإن العلماء قد بيّنوا صيغهم الدالة على واحد من هذه الأمور الثلاث. فإذا أرادوا الترجيح بكون أحمد قد نص عليه يقولون هو المنصوص، وإذا أرادوا أن يبينوا أن الترجيح بكون هذا القول قال به أكثر الفقهاء من المنتسبين المذهب قالوا هو المشهور، وإذا أرادوا أن يبينوا أن هذا القول المرجح إنما كان ترجيحه بسبب معرفة التعليل وبسبب معرفة الدليل الذي يكون مبنيا على قواعد منضبطة عند أهل العلم، فإنهم يجعلون له مصطلحات، مثل تعبيرهم عن القول بأنه الأقيس، أو يقولون وهو قياس المذهب، أو يقولون إنه الأوفق، ونحو ذلك من المصطلحات. إذن عندنا مصطلحات تدل على أن الترجيح بين القولين كان بناء على الدليل وعلى القاعدة التي بني عليها المذهب، وهذه طريقة في الترجيح إنما تكون للأكابر الذين يحسنون معرفة أدلة المذهب وقواعده، وهم الذين يرجحون بذلك. وذلك كما ذكرت قبل قليل أن صيغة الترجيح تختلف باختلاف سبب الترجيح، فقد أوردت ثلاثة أمور من الترجيح، وهناك أمر أيضا رابع وهو قضية الترجيح باعتبار ظاهر الألفاظ. وذلك فإن قول فقهاء المذهب الظاهر كذا أو ظاهر المذهب كذا أو ظاهر كلام أحمد كذا، فإن هذا المصطلح كثيرا ما يقصد به الوقوف عند الإطلاقات، سواء كانت إطلاقات الإمام أو إطلاقات الأصحاب دون النظر للتعليل. إذن المراد بهذا أنه يفرق بين الظاهر ويفرق بين الأقيس وما في معنى هذا المصطلح. فالظاهر باعتبار دلالة ألفاظ الأوائل، والأقيس باعتبار المعنى والتعليل والدليل الذي قام عليه هذا القول.